السلام عليكم، اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات. يونت 6 منهج تايم فور انجلش ديورين ذا يير، اخر واحده حبايبي معانا في الترم الاول، وبعدها ان شاء الله هيكون فيديوهات المراجعه بعد شرح الوحده السادسه باذن الله. اوبن يور بوك، افتح كتابك، بيج 23 صفحه 23، ليسن 1 كالعاده كونفرسيشن تايم وقت المحادثه. ليسن اند ريبيت، استمع وردد. Listen and point to the speakers. استمع وأشر للمتحدثين. Role play the conversation with a partner. تعال نمثلها بعد كده مع زميل. عايزك وانت في البيت مثلها مع أخوك، مع أختك، مع بابا، مع ماما. بس أهم حاجة وانت معايا دلوقتي فاتح كتابك على بيج 23 صفحة 23، معاك قلمك الرصاص، وتمشي معايا كلمة بكلمة. Picture 1، الصورة الأولى. What's your favorite subject? What's your favorite subject? What's your favorite subject? الولد بيسأل البنت. Boy asks the girl. ما هي مادتك المفضلة؟ قالت له I like math. أحب الرياضيات. It's fun. إنها ممتعة. I like math. It's fun. خلي بالك إن السؤال ده بنجب عليه إيه؟ What's your favorite subject? I like math. وممكن أقول my favorite subject is وأقول math. في picture 2 الصورة الثانية، جات لهم بنت هنا بتسألهم، بتقول لهم excuse me، معذرة، تلفت انتباههم. Where is the library؟ أين المكتبة؟ سؤال بوير is، يبقى لازم اللي يكون بعدها اسم ايه؟ مفرد. Where is the library؟ هنا ردت البنت قالت لها go straight، يعني امشي مباشرة. It's across from the music room، انه مقابل لحجرة الموسيقى. البنت خلاص طلع على الستيرز على السلالم، تقول لهم thanks، شكرا. You are welcome، عفوا. Number 4 أو picture 4. هنا سمعوا البيل، سمعوا الجرس. It's time for art class. البنت بتقول له حان وقت حصة الرسم. رد الولد وهو سعيد لا great، عظيم. That's my favorite، إنها الحصة المفضلة لدي. تعالوا حبايبي نقرأ تاني، يلا. What's your favorite subject? What's your favorite subject? I like math. It's fun. I like math. It's fun. Excuse me. Where is the library? Excuse me. Where is the library? Go straight. It's across from the music room. Go straight. It's across from the music room. Thanks. You are welcome. Thanks. You are welcome. Oh, it's time for art class. Oh, it's time for art class. Great. That's my favorite. That's my favorite. تعالوا تحت نراجع على review. Listen and repeat. سكر وسكرة، ولاد عمك الحاج المسكر. هنا سكر بيقول لها ايه؟ I put away the box. I put away the books، يعني أنا أعدت الكتب إلى مكانها. وهي قالت له and I swept the floor. And I swept the floor، وأنا كنست الأرضية. رد هنا عمك الحاج المسكر، قال لهم thank you very much. Thank you very much. أنا مبسوط جدا بالمحادثة دي، لأن فيها بعض الجمل الجميلة اللي أنا عايزك تتعلمها. زي إيه؟ It's fun، إنها ممتعة. Thanks، شكرا. عفوا، you are welcome. Thank you very much، شكرا جزيلا. Great، عظيم. Oh، excuse me. Go straight. كل دي expressions، تعبيرات جميلة جدا عايزك تستخدمها في حياتك اليومية. احنا مش علمش المحادثة هنا عشان ان احنا نروح نجيب الامتحان ونفتحه وعايز اخلص، لا لا ابدا. المحادثة فايدتها في منهج تايم فور انجلش تدي لك اكسبريشنز كتير، تعبيرات كتير وجمل كتير، بحيث انك تعرف تتكلم ويكون عندك حصيلة لغوية انجليزية متميزة. يلا يا حبايبي على listen 2. Where the time، وقت الكلمات. كلماتنا النهاردة سهلة وجميلة ومعظمها حفظناها قبل كده. Listen and repeat، استمع وكرر. Spring، spring، spring. Spring اللي هو طبعا فصل ايه؟ الربيع. Number 2، summer، 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 فصل صيف. 3، fall، fall،
fall. طبعا فصل الخريف. For winter. 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 فصل الشتاء. Five. Plant flowers. Plant flowers. Plant flowers. نزرع الزهور. Six. Pick apples. Pick apples. Pick apples. بنقطف أو بنجمع التفاح. Seven. Build a sand castle. Build a sand castle. Build a sand castle. بنبني قلعة من الرمال. Eight. Go to the beach. Go to the beach. Go to the beach. Go to the beach. نذهب للشاطئ. Nine. Play in the leaves. Play in the leaves. Play in the leaves. نلعب بأوراق الشجر. Ten. Go skiing. Go skiing. Go skiing. نمشي للتزلج على الجليد. كلمات سهلة نقرأها كمان مرة. Spring. Summer. Fall. Winter. Plant flowers. Pick apples. Build a sandy castle. Go to the beach. Play in the leaves. Go skiing. Go skiing. طبعا دي الكلمات الأساسية. نكتبها صفوف ونحفظها ونراجع عليها. وبقدر الإمكان ما نغلطش في السبيلنج خالص. ما ينفعش نغلط في كلمة أو في حرف. ليه؟ لأن هي موجودة كمان معنا فين؟ في البراكتس تايم اللي هو ليسن 3. Future Simple. المستقبل البسيط. يا مستر الحصة اللي فاتت أو اليونت اللي فات واللي قبلها خدنا الفيوتشر. عندنا النهاردة صيغة تانية للفيوتشر أسهل من اللي فاتت. Will plus infinitive. Will ومصدر الفعل. أول ما تشوف will ومصدر الفعل تبقى عارف إن ده زمن future simple مستقبل بسيط. Will من الأفعال المودلز الأفعال الناقصة. احفظ معايا كده الأفعال الناقصة. يأتي قبلها أي فاعل مفرد جمع مذكر مؤنث. I, he, she, it, we, you, they كلهم بيجوا مع will. جميل سهل جدا يا مستر. ايه كمان؟ ان will بيجي بعدها الانفينيتيف مصدر الفاعل يعني بدون اضافات. يعني will go ولا goes ولا going ولا went. لا will go. will eat ولا eats ولا eating ولا ate. لا will eat. الفعل مجرد اول شكل للفعل انت حفظته. Listen and repeat. استمع وكرر. I'll plant flowers in the spring. I'll plant flowers in the spring. أنا سوف أزرع الزهور في فصل الربيع. I won't go skiing. ولن أذهب للتزلج على الجليد طبعا. عندك الابريفيشنز الاختصارات. I'll I will. You'll you will. He'll he will. She'll she will. Will, we will. They'll, they will. We won't, he will not. Listen and repeat. ركز معاه في الصور. صور أصلا سهلة جدا. الجملة اللي فوق هتبقى positive مثبتة والجملة التانية اللي تحتها negative منفي. Number one. I will go to the beach in the summer. طبعا عندنا فصول السنة الأربعة بياخدوا ايه؟ حرف الجر N. جملة اللي تحتها I won't pick apples. I will not. I won't pick apples. Number two. You will pick apples in the fall. You will pick apples in the fall. You won't go to the beach. You won't go to the beach. Three. They will build a sand castle in the summer. They will build a sand castle in the summer. They won't plant flowers. They won't plant flowers. Four. He will plant flowers in the spring. He won't. He will plant flowers in the spring. He will plant flowers in the spring. He won't build a sand castle. He won't build a sandy castle. يبقى الجملة اللي فوق نركز تاني مثبتة اللي تحتها نيجاتيف منفية. 5. We will play in the leaves in the fall. We will play in the leaves in the fall.
We won't go skiing. We won't go skiing. Number 6 آخر جملة. She will go skiing in the winter. She will go skiing in the winter. She won't play in the leaves. She won't play in the leaves. Okay. اللي تحت ده طبعا. Look at the page 24. Point to the pictures and practice with the partner. عايزك بقلمك الرصاص تعيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة وتكتبها فوق كده في كتاب المدرسة عشان تشارك مع المستر وتشارك مع المستر في الكلاس. ما تبقاش قاعد مش عارف اي حاجة. لا انا بشرح لك من بدري هوت وانت حضر درسك قبلها بليلة بحيث انك تكون متميز. والانجليش سهل وجميل جدا. احنا زي ما احنا شايفين كده. I, he, they, you, we, she. الجمل اللي قدامك هتحط بعدها will. وبعد will الانفينيتيف الفعل موجود. وعندك في الاخر فصول السنة in the وتجيب فصل من فصول السنة in the summer, in the fall, in the spring, in the winter على حسب الشهر اللي موجود. اوكي دي القاعدة الفيوتشر سيمبل زمن المستقبل البسيط من اسهل الازمنة الموجودة في اللغة الانجليزية. Lesson 4 Phonics Time وقت الصوتيات. النهاردة بيقول لك ان عندنا ثلاث اشكال دول سكرة بتقول لك اول ما تشوفهم هتنطق لي حرف الـ A O. الـ A بعدها L, الـ A بعدها U, الـ A بعدها W. في الثلاث حالات دول هتنطق حرف الـ A O. يعني اول كلمة عندنا ايه؟ Fall, fall, fall يعني يقع. Number 2 Laundry, law, law. Laundry, laundry, laundry اللي هو الغسيل. الولد الطفل البيبي ده بيعمل ايه؟ Crawl, crawl, crawl يعني بيزحف. طيب الولد والبنت talk, talk, talk. talk بيعمل ايه؟ بيتحدث يتكلم. طيب هنا الطبق الفنجان saw, saucer, 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 saw, saucer. وهنا بيرسم draw, 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 draw. يبقى fall, talk, laundry, saucer, crawl, draw. اول ما تلاقي حرف الـ A جاي بعده L او U او W هتنطق حرف الـ A O. Exercise B listen and circle. هتسمع السي دي مع المس او مع المستر في الكلاس وتسيركل ترسم دايرة على الكلمة اللي انت سمعتها. اخر exercise number C read the sentences. اقرأ الجمل. Write the numbers واكتب الارقام. Then listen واستمع. انا هقرأ لك الجمل وافهمها لك واسيبك انت تحلها. اول جملة Adil isn't tall. Adil ليس طويل. He's small. هو صغير. شوف صورتها يلا واكتب 1. Number 2 Adil can't talk. Adil مش قادر يتكلم. He can't walk. كمان مش قادر يمشي. He can't do the laundry. ولا يستطيع ان يقوم بالغسيل. طبعا باين خالص. 3 But Adil can crawl. ولكن عادل يستطيع ان يزحف. Oh no يا الهي. Adil is in the hall. عادل فين؟ في الصالة. Number 4 Adil has chalk. معاه chalk طباشير. Look at the wall. انظر الى الحائط. He can draw. هو يستطيع ان يرسم. طبعا شخبط شخبيط ومسك الالوان ورسم على الحيط. يبقى عندنا هنا كلمات كتيرة جدا موجودة في السنتنسز في الجمل زي tall, small, talk, walk, laundry, crawl, hall, chalk, wall, draw. طبعا الكلمات دي كلمات اضافية عشان احنا نحفظها ونتعود على الحالات اللي حرف الـ A بينطق O لما يجي بعده ثلاث حروف A بعدها L, A بعدها U والـ A بعدها W. بننطق حرف الـ A O ونقرأ الكلمات small, shawl, low, tall, pole, wall, call, chalk,
ووك جو. اوكي بكده حبايبي الغاليين نكون وصلنا لنهاية الترم الاولاني الفيرست تيم لبرايم 5 للصف الخامس الابتدائي. عايزك اي سؤال عندك واي استفسار اكتبه لي تحت في الكومنت. لو عندك اي ملاحظات حتى على طريقة الشرح، عايز نشرح لك بطريقة معينة، عايز نحسن من طريقة الشرح، مفيش اي مشكلة، بنتقبل النصايح وكلنا نساعد بعض بحيث نوصل لافضل طريقة مناسبة نوصل بها للاطفال. بنشرح من كتاب المدرسة ان شاء الله. استنوني وانتظروني في المراجعات، هنعمل اسئلة ونحلها مع بعض ونتعود نحل امتحانات للصف الخامس الابتدائي. تنسوش لايك للفيديو، سبسكرايب، اشترك في القناة، تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، انشرها بين زمايلك لعلها تكون في ميزان حسناتنا جميعا. Thanks for watching. شكرا على المشاهدة، إلى اللقاء، باي باي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.